حلقتنا لهذا اليوم تحتاج روح الشباب حتى نتابع هذه الحلقة على مدار وقتها. ضيفنا عالم حقق العديد من الجوائز في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. تطبيقات الفضاء بتتعلق بخارج الكوكب وبجوه الكوكب، زلازل، الكوارث اللي بتحصل، السيول، الفيضانات، كل الحاجات دي بتتعلق بمجال الفضاء. هندسة الطاقة، وانت كنت حاصل على المركز الثالث في مسابقة كوريا الجنوبية. هو الجهاز ده عبارة عن وحدة لتوليد الطاقة، شاركت بيه في مسابقة اسمها بايك سبو، ودي اكبر مسابقة على مستوى العالم في مجال هندسة الطاقة. لابتوب عربي انتاجا وتنفيذا، يعني كلمني عنه والافادة منه. مفيش اجمل من ان الواحد يطبق فكرته في وطنه. بيت للكل بيفتح دايما ببانه لكل طاقة يكون عنوانها الشباب الطاقة الحيوية. بيت للكل الجمعة 11 مساء على قناة مصر الأولى.